أن التيار الصدري مكون من جهتين، الجهة الأولى والأهم هو أنتم والقاعدة الشعبية، الجهة الأولى والأهم هو أنتم والقاعدة الشعبية، الجهة الثانية هي القيادة، هو المسؤول اللي هو أعوذ بالله من قول أنا المفروض أنا. وكلما ترابطت هذين الجهتين كان العمل أفضل والإنتاج أكثر، وكان رضا الله سبحانه وتعالى أكثر. وكلما افترقنا زادت المشاكل وقل رضا الله تعالى علينا أو عنا.